أهلا بكم طلبة المرحلة الإعدادية. النهاردة بإذن الله هنبدأ نراجع مع بعض مراجعة على الحدود والمقادير الجبرية. الحاجات دي إحنا درسناها في أولى إعدادي، فالمراجعة دي مناسبة جدا للطلبة اللي هم داخلين الصف الثاني الإعدادي. هنبدأ نراجع على كل المعلومات اللي إحنا أخذناها على الحدود والمقادير الجبرية. النهاردة بإذن الله هنراجع الحدود والمقادير الجبرية، الفرق بين الحد الجبري والمقدار الجبري. هنبدأ نجمع ونطرح الحدود والمقادير الجبرية ونعرف الحدود المتشابهة والحدود غير المتشابهة ونميز ما بين الاثنين، وكمان هنبدأ نراجع على ضرب وقسمة الحدود الجبرية وضرب حد جبري في مقدار جبري، ولو في وقت بإذن الله ممكن ناخد حاصل ضرب مقدارين جبريين. في البداية احنا محتاجين نراجع حاجة كده أخدناها من المرحلة الابتدائية وأخدناها في أولى إعدادي، اسمها الضرب المتكرر. الضرب المتكرر هو مهم جدا بالنسبة لي عشان أبدأ أتعامل مع الأسس بصورة صحيحة. يبقى الضرب المتكرر أساس معايا محتاجه في كل المرحلة الإعدادية عشان أبدأ أشتغل مع الأسس بأسلوب صح. طيب إحنا لما بنيجي نضرب بنقول مثلا لو أنا عندي ألف أس ميم، فألف أس نون بتساوي ألف أس ميم زائد نون. عملنا يا مستر في حالة ضرب في الأساسات المتشابهة عندي، يعني هنا الأساس هو الألف والميم بنسميها الأس. لما يكون الأساس هنا ألف وهنا الأساس ألف، لما يكون الأساسات هنا بنقول عليها متشابهة يعني نفس الأساس. في الوضع ده احنا بنجمع الاسس، عشان كده انا قلت الميم زائد النون. طيب ناخد عندي ملحوظه، بيقول لك في حاله ضرب الاساسات المتشابهه نجمع الاسس. يبقى في حاله ضرب الاساسات المتشابهه بنجمع الاسس. ناخد مثال، لو انا قلت سين اس 2 في سين اس 3 هتساوي يا مستر سين اس 2 في سين اس 3، هنا الاساس سين وهنا الاساس سين. يبقى في الحاله دي ابدا اجمع الاسس وامشي كده طبقا للقاعده اللي انا خدتها فوق. فحجم الاسس عندي 2 و3 يبقى 5، يبقى الاجابه عندي هتبقى س اس 5. اخد كمان مساله، المساله اللي فوق كانت عندك س فقط لا غير، لكن في المساله دي انا جايب لك هنا عدد وجايب لك هنا عدد بالاضافه لعندي، يبقى تعالى نقراها مع بعض كده كمان. بيقول لك 3 س تربيع في 2 س. هنعمل ايه يا مستر؟ اقول أول حاجة أنت في عندك عددين هتضربهم عادي خالص، كويس؟ 2 في 3 بكام؟ في 6، ب6. وهنا عندك س أس 2 لما تنضرب في س أس 1 هنلاحظ إن الأساس هنا س والأساس هنا س. في الوضع ده هنجمع الأسس 2 زائد الواحد يبقى معايا 3، يعني الناتج هتبقى 6 س أس 3. 6 س أس 3، 2 في 3 تاني ب6. يبقى أنت بتضرب الأعداد اللي هي قدام الاساسات، الاثنين في الثلاثه ما لهمش دعوه بالمقادير اللي عندي، تمام؟ وتبدا السين تربيع في سين، نجمع الاسس في الحاله دي يبقى سين اس 3. معانا تمرين تاني نبدا نعلى في الافكار شويه. انا هنا اخدت عددين موجبين، هنا انا اخد عدد سالب مضروب في عدد موجب، سالب 4 سين تربيع في 5 سين. نتعامل معاها ازاي دي يا مستر؟ عندي هنا عدد موجب في عدد سالب، هناخد نطبق قوانين الإشارات اللي احنا راجعناها في الحصة اللي فات. لو في حد فيكم ناسي التعامل مع الأعداد الصحيحة في حالة الجمع والضرب ممكن يرجع للحصة الثالثة في حصص الأساسيات معانا بتاعت النشاط الصيفي يبدأ يراجعها، بحيث ان هو برضو يبدأ يتعامل معاها مظبوط. هنا عندي سالب في موجب مختلفين في الإشارة، احنا قلنا مختلفين في الإشارة يدي عندي سالب. أراجعها معاكم سريع عشان اللي ما حضرش الحلقة. لو أنا ضربت عدد سالب في موجب يدينا سالب، ولو ضربتهم متشابهين يعني موجب في موجب الناتج يبقى موجب، سالب في سالب الناتج يبقى موجب. يبقى لو ضربت عددين متشابهين في الإشارات بتاعتهم موجب في موجب الناتج موجب، سالب في سالب يدي موجب. لكن لو كانوا مختلفين سالب في موجب أو موجب في السالب يدينا سالب. هنا أنا عندي سالب 4 في 5 موجب يدينا سالب 20. وعندي هنا س تربيع في س، نجمع الاسس لان الاساسات متشابهه، ف2 و1 يبقى 3، يبقى الناتج هيبقى سالب 20 س اس 3. ناخد كمان تمرين، هنا سالب في سالب بقى، هنا حدود متشابهه، هنا عندي متشابهين، سالب في سالب، قلنا من شويه لما نضرب سالب في سالب يديني الناتج ايه موجب؟ سالب 3 في سالب 2 يبقى 6، وس اس 2 في س اس 2 يبقى س اس 4. يبقى ضربت العددين اللي في الاول اللي هم بنسميهم المعاملات، وهناخدهم بالتفصيل دلوقتي لما نراجع
مع بعض الحدود الجبرية. سالب 3 في سالب 2 هتبقى معايا موجب 6 وس تربيع في س تربيع نجمع الأسس يبقى س أس 4. طيب أنا لما أخدت الضرب المتكرر خدنا عندي حالتين أو عندي قانونين، تمام؟ القانون الأولاني اللي هو في حالة الضرب بنجمع الأسس، القانون الثاني اللي هو ظاهر قدامك هنا اللي هو في حالة القسمة نطرح الأسس. تمام يا مستر. والقانون بيقول لك إن أ أس م على أ أس ن هتساوي أ أس م ناقص ن. تمام؟ والملحوظة بنقول في حالة قسمة الأساسات المتشابهة نطرح الأسس، وناخد تمرين كده نطبق. س أس 5 على س أس 3، هنا الأساس س وهنا الأساس س، يبقى الأساسات متشابهة. وهنا الأس للقيمة الأولانية عندي 5، وهنا الأس الثاني 3، وقلنا في حالة القسمة نعمل إيه؟ نطرح الأسس. طب نطرح الخمسة ناقص الثلاثة يدينا كام يا مستر؟ يدينا 2، يبقى الناتج هيبقى س أس 2. طيب 8 س أس 2 على 2 س. زي ما من شويه اتعاملت مع الضرب كنا بنضرب الاعداد اللي بره مع نفسها، نفس الكلام هنا هقسمها. فانت هتقسم ال 8 على ال 2 هيدي لك 4. وهنا س اس 2 على الس في حاله القسمه الاساسات المتشابهه نعمل ايه؟ نطرح الاسس. هنا 2 ناقص الواحد يدينا 1. طالما ان مش مكتوب على الس هنا حاجه معناها ان الاس او القوه بتاعتها هنا 1. يبقى الناتج عندي كام يا مستر؟ يبقى الناتج عندي هيبقى 1. طيب سالب 6 س تربيع مضروبه في 3 س، او لو احنا عايزين ناخدها اسم. تمام؟ طيب هنعمل ايه يا مستر؟ احنا خدنا الضرب، تعالوا سالب 6 س تربيع على 3 س. احنا عايزين نقسم هنا، هنعمل ايه يا مستر؟ اول حاجه هنقسم العدد اللي هو سالب 6 على 3. طيب خلي بالك القوانين اللي كانت تمشي على الضرب اللي هي في حاله الاشارات هي نفس قوانين الاشارات اللي بتمشي في حاله الاسم. ازاي يا مستر؟ اقول لك، احنا لما كنا بنضرب عددين موجبين يطلع موجب، نضرب عددين سالبين يطلع موجب، نفس الكلام في الاسم. لو انا قسمت عددين موجبين الناتج موجب، لو انا قسمت عددين سالبين الناتج سالب. في الضرب لو انا ضربت عددين مختلفين في الاشاره الناتج سالب. طب لو انا قسمت عددين مختلفين في الاشاره برضو الناتج يطلع سالب، يبقى نفس القوانين بالظبط. هنا سالب على موجب سالب 6 على موجب 3 يطلع لك سالب 2، وسين اس 2 على السين هنا نطرح الاسس يبقى 2 ناقص الاس 1 يطلع لي س اس 1، ما بكتبش الواحد، يبقى الناتج عندي سالب 2 س. طيب سالب 10 س تربيع على سالب 2 س تربيع، حلوه قوي المساله دي. انا هنا بطرح بقسم عددين سالبين، سالب على سالب، قلنا لما يبقوا متشابهين يبقى الناتج ايه يا مستر؟ الناتج هيكون موجب، شطار، يبقى 5. طب هنا س تربيع يا مستر على س تربيع، نطرح الاسس على خاص، 2 ناقص 2 بكام يا مستر؟ 2 ناقص 2 بصفر. وعندي في قانون في الضرب المتكرر بيقول لك ان اي عدد اس الصفر يساوي الواحد، فكاني بقول 5 في 1 يبقى الناتج كام؟ يبقى الناتج 5. او ببساطه س تربيع على س تربيع يروحوا مع بعض، كده صح وكده صح. احنا كده راجعنا مع بعض الضرب المتكرر، هبدا ادخل دلوقتي في الحدود الجبري. بالراحة كده تعالوا نفتكر مع بعض ايه هو الحد الجبري. الحد الجبري هو ما تكون من حاصل ضرب عاملين او اكثر. الحد الجبري هو ما تكون من حاصل ضرب عاملين او اكثر. تمام؟ درجة الحد الجبري هو مجموع اسس العوامل المكونة له. طيب تعالوا ناخد كده مثال ونطبق عليه الكلام ده. 5 س. 5 س هو عبارة عن عاملين. الخمسة بنقول عليها عامل عددي، والسين بنقول عليها عامل رمزي، بنقول عليها عامل رمزي لأن السين هنا تعتبر رمز، فبنقول دول عبارة عن 5 س، ده عبارة عن حد جبري. احنا بنقول في الحد الجبري هو ما تكون من حاصل ضرب عاملين أو أكثر. أدي عندي هنا عاملين، 5 س عامل عددي مضروب في عامل رمزي، تمام؟ يبقى معايا 5 س. طيب احنا بنقول درجة الحد الجبري هو مجموع أسس العوامل المكونة له، أو أسس العوامل اللي هي
الرمزية اللي عندي. عندي هنا الرمز سين أس كام؟ أس واحد. يبقى الحد الجبري ده من الدرجة الأولى، الحد الجبري ده من الدرجة الإيه؟ الأولى. آخد كمان مسألة 3 س تربيع. هنا ال 3 س تربيع ده يعتبر حد جبري. الحد الجبري ده بيتكون من حاصل ضرب، إحنا قلنا إيه؟ عاملين أكثر. هنا بيتكون من حاصل ضرب ثلاث عوامل، إيه هما مستر؟ هو الثلاثة مضروبة في السين مضروبة في سين تاني، فالسين في السين طبقا للضرب المتكرر اللي أنا لسه مراجعه من شوية هتبقى سين أس 2. عشان كده انت عندك سين اس 2 معناها سين في سين، يبقى ده عباره عن ثلاث عوامل. هنا بنقول الثلاثه هي عامل عددي والسين هي عامل رمزي. طيب عايزين نجيب الدرجه يا مستر، الدرجه عندي هي مجموع اسس العوامل المكونه له، مفيش غير عندي عامل رمزي واحد بس اللي هو السين. طيب الاس بتاعه كام يا مستر؟ الاس 2. يبقى الحد الجبري ده من الدرجه الثانيه. تمام كده؟ مالكش دعوه بالعامل العددي، مالكش دعوه بالاسس بتاعه. هنا كده هتفهم اللي انا اقصده اكتر لو انت كنت ناسي. عندي 3 س تربيع ص اس 3. دول كده بيتكونوا كان ده حد جبري بيتكون من مجموعه من العوامل. تحديدا دول يعتبروا ست عوامل، 3 في س في س. وبعدين ص في ص في ص. تمام؟ طيب احنا قلنا درجة الحد الجبري هو مجموع أسس العوامل الجبرية المكونة له، تمام؟ طب أنا عندي هنا يا مستر السين الأس بتاعتها أو القوة بتاعتها 2 والصاد القوة بتاعتها 3، نجمعهم على بعض 2 و3 يبقى كام؟ 5. يبقى الحد الجبري ده من الدرجة الخامسة. يبقى الثاني درجة الحد الجبري هو مجموع أسس العوامل الجبرية المكونة له. اخر حاجة عندي 7 واقفة لوحدها كده اهو، ده يعتبر عامل عددي. تمام، مفيش معاه السين. ليه؟ لأن لو كانت موجودة السين زي الأولانية بس كده كنت هقول درجة أولى، لكن مش موجودة خالص كأنها أس صفر، زي المسألة اللي أنا رجعتها من شوية. أي حاجة أس صفر بكام لسه مراجعينها؟ بواحد، فواحد بسبعة بسبعة. في الحالة دي لما ما يكونش في عندي عامل جبري او عندي رمز مش موجود رمز، بنقول ان الحد الجبري من الدرجه الصفريه، كان الرمز اللي كان موجود عندي هو اس صفر واس صفر ف بواحد، فعشان كده احنا بنقول ان القيمه اللي عندي او درجه الحد الجبري اللي عندي من الدرجه الصفريه. كده احنا راجعنا مع بعض الحد الجبري وعرفنا الدرجه بتاعته. هنراجع الحدود المتشابهه. يعني ايه حدود متشابهه؟ بيقول لك يكون لها نفس الرمز ونفس الاسس، يبقى الحدود المتشابهه. عشان نقول على حدين انهما حدان متشابهان لازم يكون للحدين نفس الرموز ونفس الاسس. طب والمعاملات العدديه؟ لا مالكش دعوه بيها. تعالى ناخد مثال عشان نفهم الامور معايا اكتر. عندي هنا 5 س و3 س. عندي ايه؟ 5 س و3 س. طيب انا عندي المقدار الحدين الجبريين اللي عندي يا مستر هنا، الحدين الجبريين اللي عندي، تمام؟ الاولاني عندي هنا 5 س اس 2. عندي 5 س اس كام؟ 5 س اس 2. وهنا 3 س اس 2. طيب هل دول يعتبر حدود متشابهه ولا لا يا مستر؟ اقول لك اذا كانت حدود متشابهه ولا لا. ازاي؟ اقول لك ازاي. اول حاجه لو انت بصيت هتلاحظ عندي هنا ان الرمز س وهنا الرمز س. كلام جميل كده، حضرتك زي ما حضرتك قلت يا مستر الحدود المتشابهه ليها نفس الرمز. تعال نكمل بس ما ناخدش نفس الرمز وبس. نفس الرمز ونفس الاسس. طيب هنا القوة أو الأس بتاع السين عندي كام يا مستر؟ 2. تمام يا ولاد. طيب وهنا الأس بتاع السين عندي كام يا مستر؟ 2. يبقى كده ليهم نفس الرمز ونفس الأسس. طب يعتبر حدود متشابهة يا مستر ولا حدود غير متشابهة؟ لا، طالما إن حققوا لي التعريف ده يبقى يعتبر حدود متشابهة. يبقى يعتبر حدود إيه؟ متشابهة. هلاحظ واحد يجي يقول لي يا مستر بس هنا مكتوب 5 وهنا 3، أما أنا ما جبتش سيرة المعاملات العددية. أنا كلامي هنا على الرمز وعلى الأسس. المعاملات العددية، العامل العددي ده أنا ماليش، مش في دماغي خالص ومش هبص له خالص وما يهمنيش. في حالة لما أحدد إذا كانت حدود متشابهة أم لا، العامل العددي هنا مش هبص له خالص.
انا هبص لحاجتين، الرمز والاس بتاعه. فالرمز هنا سين والاس بتاعه 2، وهنا الرمز نفسه سين والاس بتاعه 2، يبقى دول حدود متشابهه. ادخل على اللي بعدها، هنا مكتوب 9 سين و5 سين تربيع، نفس الرموز. يا مستر، هنا سين وهنا سين، بس هنا القوه او الاس بتاع السين 1، وهنا القوه او الاس بتاع السين 2، هل ليهم نفس الاسس؟ لا طبعا، يبقى دول يعتبر حدود غير متشابهه. حدود ايه؟ غير متشابهه. ليه حدود غير متشابهه يا مستر؟ لانهم عندي في شرطين المفروض يتحققوا، في واحد اتحقق والتاني ما اتحققش، اللي هو نفس الاسس. هنا الاسس مختلفه، هنا الاس 1 وهنا الاس 2، ففي الحاله دي بنقول ان الحدود عندي ايه؟ الحدود اللي عندي غير متشابهه. اخد تمرين كمان، 3 س ص و5 س ص. احنا اتفقنا مش هتبص للعوامل العدديه، حلو، هنبص على السين. هنا سين اس 1 وهنا سين اس 1، جميل، وهنا ص اس 1 وهنا ص اس 1، يعني نفس الرموز. طب نفس الاسس. يبقى دي تعتبر حدود ايه؟ حدود متشابهه. اخد كمان تمرين، عندي 2 س اس 3 ص وس تربيع ص، ماليش دعوه بالارقام اللي هي العوامل العدديه، عندي هنا س وعندي هنا س، كلام جميل. هنا الاس 3 وهنا الاس 2، ما تكملش، يعتبر حدود غير متشابهه. طالما ان اختل الشرط عندي خلاص، يبقى دول حدود غير متشابهه. ادخل على اللي بعده، 8 ص اس 3 و6 ص اس 3، هنا الرمز ص وهنا الرمز ص، وهنا الاس 3 وهنا الاس 3، يبقى يعتبر عندي هنا نفس الرمز ونفس الاسس، يبقى بنقول عليهم حدود متشابهه. كده احنا راجعنا الحدود المتشابهه مع بعض. كده عايزين نراجع ايه يا مستر؟ عايزين نراجع مع بعض الجمع وطرح الحدود المتشابهه. طيب حضرتك يا مستر، كل حاجه بتراجعها بتفكرنا بالقوانين بتاعتها. في حاله الجمع والطرح، هل في عندي قوانين او هل في عندي نظام معين انا هبدا اشتغل عليه يا مستر؟ لما باجي اجمع يا اولاد، لازم يكون عندي الحدود متشابهة. أقولها تاني، في حالة الجمع والطرح لازم تكون عندي الحدود متشابهة، يعني اللي ظاهر قدامك هنا 5 س تربيع زائد 3 س تربيع، هل دول يعتبروا حدود متشابهة أم لا؟ يا مستر، هنا عندي السين أس 2 وهنا عندي السين أس 2، يبقى يعتبروا حدود متشابهة. طيب إحنا اتفقنا إن هم حدود متشابهة. لما هنجمع يا مستر؟ هنجمع المعاملات العددية فقط، اللي هم الخمسة زائد التلاتة يبقى التمانية، والسين تربيع تنزل زي ما هي. أنا في حالة الجمع والطرح مش بجمع الأسس، بجمع المعاملات العددية فقط لا غير. يبقى أنا هنا جمعت العامل العددي خمسة والعامل العددي تلاتة يبقى تمانية، والسين تربيع تنزل زي ما هي. يبقى لما بجمع، بنجمع يا مستر؟ بنجمع الحدود الجبريه المتشابهه. طب لو كانوا غير متشابهين، بتسيبهم بالعلامه اللي ما بينهم، سواء كانت علامه زائد او علامه ناقص. 9 س ناقص 5 س، دول حدود متشابهه. هنعمل ايه يا مستر؟ هنشتغل عادي خالص، هنطرح، دي مساله طرح طبعا، هنطرح عندي العوامل العدديه فقط. فال 9 ناقص 5 تبقى كام يا مستر؟ ال 9 ناقص 5 هتبقى معايا ب 4، يبقى الناتج عندي هيبقى 4 س، والس تنزل زي ما هي بنفس الاس او القيمه بتاعتها. اخد تمرين كمان، حلوه المساله دي، سالب 3 س ص زائد 5 س ص. هنا خلي بالك، س ص س اس 1 ص اس 1، وهنا س ص يعني س اس 1 ص اس 1، يعني الحدود متشابهه. جميل، هبدا اتعامل مع العوامل العدديه، هنا في سالب 3 وهنا في 5، عدد موجب وعدد سالب. حلو، زي ما راجعت معاكم الحصة اللي فاتت اللي هي في حالة الأعداد الصحيحة، هنتعامل ازاي مستر؟ لما يكونوا مختلفين في الإشارة بحط إشارة الكبير. مين العدد الكبير عندي؟ هي الخمسة، إشارتها موجبة، يبقى بحط إشارة موجبة، يبقى الناتج هيطلع معايا موجب، يبقى أنا كده عرفت. وأطرحهم من بعض، لما يكونوا مختلفين بنطرحهم. الخمسة ناقص التلاتة 2، يبقى الناتج هيبقى موجب 2 س ص، موجب 2 إيه؟ س ص، وإحنا اتفقنا إن بينزل الرموز زي ما هي. اوعى في الجمع والطرح تجمع او تطرح اسس. ادخل على التمرين اللي بعده، 2 س تربيع زائد س تربيع ص. هنا العامل العدد 2 وهنا مفيش يا مستر. لا، معنى كلمه مفيش يعني معناها ان العامل العددي او المعامل بتاعي هنا واحد، فخلي بالك من الجزئيه دي. دول حدود متشابهه، هنا س تربيع وهنا س تربيع وهنا ص اس 1 وهنا ص اس 1. نجمع العوامل العدديه، فعندك هنا 2 نجمعها زائد الواحد، يبقى الناتج 3 س تربيع ص.
مسألة كمان حلوة خالص. المسألة دي سالب 8 س أس ص أس 3 ناقص 6 ص أس 3. هنا في عندي إشارات سالبة، هنا العدد سالب وهنا العدد سالب، واتفقنا إن لما يكونوا سالب بجمعهم بالسالب، فسالب 8 وسالب 6 يبقى الناتج معايا يا مستر هيبقى سالب 14، والس والصاد أس 3 تنزل زي ما هي. طب إحنا عرفنا الحد الجبري، وكمان عرفنا يعني ايه عامل عددي ويعني ايه عامل جبري او عدد او عامل رمزي، وجمعنا وطرحنا الحدود المتشابهه. طيب دلوقتي هنبدا نتعرف عن حاجه تانية. ايه هي يا مستر؟ هنبدا نتعرف عن المقدار الجبري. ايه هو المقدار الجبري؟ المقدار الجبري هو ما تكون من جمع او طرح حدين جبريين او اكثر. يبقى المقدار الجبري هو ما تكون من جمع او طرح حدين او اكثر. الحد الجبري هو ما تكون من حاصل ضرب عاملين او اكثر، لكن هنا المقدار الجبري تكون من جمع او طرح. الثاني كان ضرب عاملين، هنا جمع او طرح حدين جبريين، يبقى ببدا على ببني على الحد الجبري. طيب درجه المقدار الجبري هو اعلى اس في الحدود الجبريه المكونه له، هو اعلى اس في الحدود الجبريه المكونه له. مثال 5 س زائد 3 س تربيع، ده يعتبر مقدار جبري. احنا قلنا ان المقدار ما تكون من جمع او طرح حدين جبريين. ادي عندي الحد الاولاني وادي الحد الثاني. الحد الاولاني هو الخمسة س والحد الثاني هو 3 س تربيع، تمام؟ ده بنقول عليه انه مقدار جبري، ده بنقول عليه انه ايه؟ مقدار جبري. طب حضرتك يا مستر لو عايز اجيب الدرجه، الدرجه عندي هي اعلى اس في الحدود المكونه له. يعني ايه؟ اقول لك يعني، يعني همسكه بحد حد، الحد الأولاني أس السين هنا كام؟ واحد، يعني الحد الأولاني ده من الدرجة الأولى، جميل. أدخل على الحد التاني، الحد التاني السين الأس بتاعها كام يا مستر؟ اتنين، يبقى الحد التاني ده من الدرجة التانية. طيب مين الأكبر؟ الدرجة الأولى ولا الدرجة التانية؟ الدرجة التانية. هو بيقول لي إيه؟ هو أعلى أس في الحدود الجبرية، يبقى من الدرجة التانية، يبقى بتاخد أعلى أس عندي، يبقى عندي المقدار الجبري اللي هنا ده من الدرجة الثانية. اخد كمان مقدار تاني، 3 س تربيع زائد 5 س ص تربيع، ده مقدار جبري. الحد الاولاني الاس بتاع السين عندي 2، يبقى الحد الاولاني من الدرجة الثانية، كويس. طيب والحد الثاني، في تعريف الحد الجبري احنا قلنا عشان نجيب الدرجة بتاعته هي مجموع الاسس للعوامل الجبريه المكونه له. طيب والحد ده العوامل الجبريه اللي هي السين والصاد، اس السين واحد واس الصاد اتنين، نجمعهم على بعض يبقى ثلاثه، يبقى الحد الجبري ده من الدرجه الثالثه، يبقى الحد الجبري ده من الدرجه الثالثه. طب والحد الاولاني كان من الثانيه، مين الاعلى، اتنين ولا ثلاثه؟ طبعا ثلاثه، يبقى المقدار الجبري ده كله يعتبر من الدرجه الثالثه. امسك اللي بعده، 3 س تربيع ص أس 3 زائد الس، طبعا انتوا شطار، اسيبكم كده ثواني وتقولوا لي من الدرجه الكام. تمام، الناس بتفكر. امسك الحد الاولاني، اجمع الاسس العوامل الجبريه، الس هنا 2 والص 3 نجمعهم يبقوا 5، يبقى الحد الاولاني ده من الدرجه الخامسه. طب والحد الثاني؟ مفيش غير السين بس عندي، وهي مفيش حاجه مكتوبه يعني من الدرجه الاولى. مين الاعلى، الخمسه ولا الواحد؟ الخمسه، يبقى الحد، يبقى المقدار الجبري ده من الدرجه الخامسه، عشان اعلى حد كان في مكون له من الدرجه الخامسه. يبقى احنا كده راجعنا الحدود الجبريه والمقادير الجبريه، خدنا جمع الحدود المتشابهه، هناخد جمع المقادير الجبريه. طيب أنا سامع واحد بيسألني بيقول لي يا مستر لما حضرتك جمعت حدود متشابهة، طب لما هتجمع المقادير الجبرية هتجمع الحدود، هتجمع مقادير متشابهة ولا هتتجمع إزاي؟ أقول لك تعالى ناخد مثال ونشرح منه. أنا عندي هنا مقدارين جبريين، المقدار الأولاني هو 3 س تربيع زائد 5 س زائد 7. أعلى أس عندي هنا كام؟ هنا السبعة دي، الحد ده من الدرجة الصفرية والحد ده من الدرجة الأولى والحد ده من الدرجة الثانية، يبقى المقدار ده يعتبر من الدرجة الثانية، كويس. أخد المقدار الثاني، 4 س تربيع زائد الس زائد الاثنين، أعلى أس عندي هنا اللي هي س تربيع، يبقى المقدار الثاني ده من الدرجة الثانية،
طيب نجمعهم ازاي يا مستر؟ هنجمعهم بنفس الاصول اللي احنا جمعنا بيها الحدود الجبريه المتشابهه. ازاي؟ اقول لك ازاي. انا خدت المقدار الاولاني زي ما هو اهو، 3 س تربيع زائد 5 س زائد 7 اهي، 3 س تربيع زائد 5 س زائد 7. والمقدار الثاني اهو 4 س تربيع زائد الس زائد 2، 4 س تربيع زائد الس زائد 2. كل اللي عملته حطيت ما بينهم علامه الزائد. بس كده يا مستر، ده الموضوع سهل. تعال نكمل مع بعض. انا هنا حطيتهم مع بعض، بس لما اجي اجمع مش بجمع كده وخلاص، هجمع بنظام. احنا عندنا في الرياضه لازم يكون في عندي نظام. هنجمع ازاي يا مستر؟ هبدا اعمل اقواس، احط في الاقواس دي الحدود الجبريه المتشابهه فقط مع بعض. ازاي؟ اقول لك ازاي. يعني انت عندك هنا 3 س تربيع، ده من الدرجه الثانيه. انا هحدف الحدود اللي قدامك من الدرجه الثانيه، 4 س تربيع، يبقى هتاخدهم مع بعض وتحطهم جوه قوس، يبقى 3 س تربيع زائد ال 4 س تربيع. كويس؟ تمام يا مستر، احنا كده فهمت. وبعدين امسك ال 5 س زائد السين، نجمعهم مع بعض، ماشي. ادي ال 5 س زائد السين، اتبقت طبعا عندي السبعه والاثنين، يبقى نقول له زائد 7 زائد 2. طب ولما هنيجي نجمع يا مستر؟ الحدين دول يتجمعوا على بعض، زي ما كنت شغال في الحدود الجبريه. احنا في الرياضه بنبني على بعض، فما ينفعش حضرتك تذاكر المقادير الجبريه وانت مش عارف الحدود الجبريه. يبقى تمسك كل حاجه كده سلمه سلمه، كل ما هتفهم درس وتاخد الدرس اللي بعده هتلاقي الدنيا بسيطه وسهله معاك ومش هتبذل مجهود في المذاكره. لكن لما تسيب 3 4 دروس وتقول انا لسه هذاكر الدروس دي كلها، هضيع وقت، وتروح ماسك درس كده من النص، هتلاقي نفسك مش فاهم، وهتلاقي نفسك متضايق، وهتبدا تتضايق ان انت مش عارف تحل. فامسك كل حاجه كده بالاصول، ذاكرها كده مرحله واتدرج معاها واطلع سلم سلم، هتلاقي الدنيا معاك سهله خالص وبسيطه خالص. نبدا نجمع هنا عندي يساوي 3 س تربيع زائد ال 4 س، هنجمع العوامل العدديه اللي هي ال 4 وال 3 يبقى 7 س تربيع. ده كده ما يخص اول حدين. ونجمع هنا ال 5 س زائد الس تبقى كام يا مستر؟ ال 5 وهنا ما فيش حاجه، لا هنا في واحد بس ما بنكتبوش، 5 و1 يبقى 6 س. اخر حاجه ال 7 وال 2 يديني 9. ودي عندي اسمها الطريقة الأفقية. في عندي طريقة تانية رأسية، هي إن أنا بحط الحدود المتشابهة تحت بعضها وأجمعها، والطريقة دي بتبقى طريقة برضو سهلة وبسيطة وأسهل من الطريقة اللي إحنا حليناها، بس أنا عايزك تفهم كل الطرق اللي إحنا ممكن نشتغل بيها. طيب خدنا مسألة جمع، تعال ناخد مسألة تانية جمع. اجمع 9 س تربيع ناقص 5 س زائد الواحد، برضو المقدار الجبري ده أعلى أس عندي 2، يعني من الدرجة التانية. 2 س تربيع ناقص الس ناقص الستة، برضو ده من الدرجة التانية. بس خلي بالك في المسألة اللي فاتت أنا كنت حاطط لك كل الحدود موجبة، لكن هنا بدأت أنوع، حطيت حاجات موجب مع حاجات سالبة. لما نيجي نجمعهم، نجمعهم إزاي يا مستر؟ بسيطة خالص. هنبدأ نحط المقدارين الجبريين جنب بعض عادي خالص، ونحط ونفصل ما بينهم بإشارة زائد، زي ما أنا عملت في المسألة اللي فاتت. أدي 9 س تربيع ناقص 5 س زائد الواحد، كتبتها زي ما هي تحت. وادي ال 2 س تربيع ناقص الس ناقص الستة، كتبتها زيها تحت. وهنا الفصل حطيتها زائد، يبقى انا كده ايه؟ ابدا اشتغل زيها زي المساله اللي فاتت بالظبط، مفيش اي اختلاف. تمام يا مستر. هتعمل ايه تاني؟ هعمل زي ما عملت في المساله اللي فاتت، اللي هو ايه؟ هبدا اخد الحدود المتشابهه احطها مع بعض. طيب زي مين يا مستر؟ زي عندك هنا 9 س تربيع مع ال 2 س تربيع، دول حدود متشابهه، لأن الحد ده من الدرجة الثانية والحد ده كمان من الدرجة الثانية. طب يلا بينا نحطهم مع بعض. أنا عندي هنا 9 س تربيع زائد ال 2 س تربيع. أول حاجة أنا عندي 9 س تربيع مع ال 2 س تربيع، أهي 9 س تربيع زائد 2 س تربيع. وعندي هنا سالب 5 س وعندي هنا سالب س. في حالة الجمع يا أولاد بتحط الرموز اللي عندك بنفس الإشارات بتاعتها، يعني هنا 9 س تربيع بالموجب، تمام؟ وهنا ال 2 س تربيع بالموجب، أهي 9 س تربيع زائد 2 س تربيع. لكن عندي هنا سالب 5 س،
وعندي هنا سالب س حطيتهم بإشارتهم، سالب 5 س وهنا السالب الس. هنا عندي موجب 1 وسالب 6، ادي موجب الواحد ناقص الست. تعالوا نكمل. 9 س تربيع زائد الاثنين يبقى الناتج كام يا مستر؟ 9 س تربيع زائد الاثنين، نجمع ال 9 زائد الاثنين يا مستر هيبقى الناتج معايا 11. يبقى 9 زائد الاثنين هيطلع معايا 11 س تربيع. سالب 5 وسالب 6 يعني خسارة 5 وخسارة 1، نجمعهم مع بعض يبقى عندي سالب الست. يبقى تاني هنا موجب مع الموجب يدي لك 11، نجمعهم بالموجب، وسالب مع السالب نجمعهم بالسالب، سالب 5 وسالب 1 يبقى سالب 6. هنا بقى واحد موجب واحد سالب، احط اشاره الكبير، مين الكبير عندي؟ السته اشارتها سالب، حطيت السالب واطرحهم ببعض، 6 ناقص الواحد يطلع لي 5. يبقى الناتج النهائي معايا 11 س تربيع ناقص 6 س ناقص الخمسة. طرح المقادير الجبرية، خدنا الجمع، تعالى ناخد الطرح. اطرح 9 س تربيع ناقص 5 س زائد الواحد من 7 س تربيع ناقص 3 س ناقص التسعة. أحل المسألة دي إزاي يا مستر؟ المسألة دي مسألة حلوة خالص وعايزك تركز فيها. هنا بقول لك اطرح المقدار الجبري ده من المقدار الجبري ده. دايما اللي بعد المن بيبقى الكبير، زي لما بتاخد حاجه من حاجه، بتاخد قطعه من التورته يبقى القطعه دي بتبقى اصغر من التورته، يبقى اللي بعد المن ده بيبقى الكبير. فاحنا هناخد المقدار ده اللي هو 7 س تربيع ناقص 3 س ناقص 9 نكتبه في الاول. كويس؟ هنا المساله دي طرح، او بيقول لك اطرح كذا من كذا. طيب ابدا احط ناقص وابدا احط المقدار الاولاني يعني اللي هو 9 س تربيع ناقص 5 س زائد الواحد ونبدا نقول يساب. طيب لاحظ هنا، خلي بالك من حاجه. ايه يا مستر؟ اقول لك ايه، اول حاجه لما تكون المساله عندك جمع كنت بتجمع عادي خالص مفيش مشكله، لكن لما تكون المساله طرح انا مراعي ان هنا في علامه ناقص لازم، واوعى تنسى تحط الاقواس هنا في الاول. كان اللي انا بقوله ده كلام مهم جدا. دلوقتي هندخل على طرح المقادير الجبريه. ايه هي يا مستر طرح المقادير الجبريه؟ ناخد مثال، بيقول لك اطرح 9 س تربيع ناقص 5 س زائد الواحد من 7 س تربيع ناقص 3 س ناقص 9. تمام؟ خلي بالك هنا لما بيقول لك اطرح حاجه من حاجه، زي لما باخد مثلا قطعه من التورته فبتبقى التورته ناقصه حته. يعني ايه يا مستر؟ اقول لك يعني ايه، يعني اللي بعد المن ده هكتبه في الاول. احنا قلنا قطعه من التورته يبقى التورته ناقص حته او ناقصه القطعه دي. تمام؟ طيب احفظها كده عشان ما تنساش الفكره دي. اللي انا بشرحه ده انا هحتاجه في ثالثه اعدادي لما ابدا اشتغل في الترم الثاني على الكسور الجبريه. تمام؟ هحتاج للشغل ده كويس جدا. خلي بالك هنا هعمل ايه يا مستر؟ المقدار الثاني ده سبته زي ما هو، لما حطيت علامه الناقص كتبت المقدار الاولاني ده داخل الاقواس. هي تفرق معايا؟ طبعا تفرق، لان بره في اشاره سالب، الاشاره السالب دي ليها معامله خاصه. ايه هي المعامله الخاصه؟ اول حاجه لما الاشاره السالب بتدخل جوه القوس بتعكس الاشارات اللي موجوده عندي. يعني هنا معامل التسعة موجب، فلما يدخل يتضرب في سالب يبقى سالب. طب السالب لما تنضرب في سالب 5 هتبقى موجب، والسالب في الموجب واحد هتبقى سالب. تعالوا كده بالراحه نعملها. 7 س تربيع ناقص 3 س ناقص 9 زي ما هي، اهي 7 س تربيع ناقص 3 س ناقص 9 زي ما هي. سالب في موجب يبقى سالب 9 س تربيع، اهي سالب 9 او ناقص 9 س تربيع. سالب في سالب 5 س، سالب في سالب يبقى موجب 5 س. وسالب في موجب واحد مختلفين يا مستر زي ما اتفقنا من شويه، سالب في موجب يدينا سالب يبقى واحد. حلو كده، بقت زيها زي المساله بتاعت الجمع عادي خالص. يبقى انت مساله الطرح الفكره اللي بتميزها عن الجمع هي علامه الناقص اللي احنا حطيناها دي، مع مراعاه القوس بتدخل السالب جوه القوس بتطلع معاك المساله دي
زيها زي مسألة الجمع عادي خالص. بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده هنبدأ ناخد الحدود المتشابهة مع بعضها ونبدأ نشتغل عادي خالص. انت عندك هنا 7 س تربيع وسالب 9 س تربيع، اهي 7 س تربيع ناقص 9 س تربيع مع بعض لان هم دول حدود متشابهة. ونحط ما بين الاقواس دايما علامه الزائد. ليه؟ لان علامه الزائد بتبقي على العلامه او الاشاره اللي عندك زي ما هي، ما بتغيرهاش. لكن لو انت حطيت سالب هتبهدل الاشارات اللي عندك وهتغير الاشاره. فايه الحاجه اللي ما بتاثرش او ما بتغيرش؟ هي علامه الزائد. يبقى تحط علامه الزائد كده بكل امان. وبعدين اخد سالب 3 س وموجب 5 س، ادي سالب 3 س مع الموجب 5 س. اخر حاجه عندي في سالب 9 وسالب 1 نحطهم مع بعض اهو. تمام، نكمل يا مستر. طب يلا بينا. عندك هنا موجب 7 وسالب 9 دول مختلفين يا مستر. اه، لما يكونوا مختلفين بنعمل ايه؟ احنا بنجمع يا مستر. اه تمام، بنحط اشاره الكبير ونطرحهم بعض. مين الكبير، التسعه ولا السبعه؟ التسعه طبعا. يبقى نحط اشارتها اللي هي السالبه اللي قدامها دي سالب، ونطرحهم 9 ناقص 5 يبقى 2. يبقى الناتج عندي سالب 2 س تربيع. تمام. طيب اللي بعدها سالب 3 وموجب 5، مين الكبير؟ الخمسة يا مستر، واشارتها موجب، يبقى انا هحط موجب. وطالما ان هم مختلفين بطرحهم من بعض، 5 ناقص 3 يدينا 2 س. اخر حاجه عندي هنا سالب 5 وسالب 2، هنجمعهم بالإشارة السالبة اللي موجودة، فسالب 9 ناقص الواحد يدينا سالب 10، أدي الناتج عندي سالب 10. يبقى الناتج النهائي سالب 2 س تربيع زائد 2 س ناقص العشر. طيب إحنا كده راجعنا مع بعض، اتكلمنا عن الحدود الجبرية والحدود المتشابهة، وخدنا جمع وطرح الحدود المتشابهة، واتكلمنا كمان على المقادير الجبرية وجمعنا وطرحنا المقادير الجبرية. ندخل دلوقتي على يا مستر، هندخل دلوقتي على ضرب وقسمة الحدود الجبرية. طيب تعالوا مع بعض لما نيجي نضرب. هنا في حالة الضرب والقسمة، الضرب أسهل عندي من الجمع بكتير. هتضرب وتشتغل عادي خالص مع مراعاة الإشارات بالنسبة للمعاملات العددية. يبقى خلي بالك من الحاجتين اللي أنا بنبهك ليهم وأقولهم تاني. هتضرب أو تقسم عادي خالص مع مراعاة إشارات المعاملات العددية ومراعاة الأسس. يبقى مراعاة الإشارات والأسس دول أهم حاجة بالنسبة لي. آه دول أهم حاجة. طيب يلا بينا. عندي هنا 5 س تربيع تنضرب في 3، الخمسة تنضرب في 3 عادي خالص ب 15. وفي حالة ضرب الأساسات المتشابهة مستر نجمع الأسس. طب عندي هنا س أس 2 وس أس 1، نجمع الأسس 2 1 يبقى 3. يبقى الناتج هيبقى 15 س أس 3. اخد التمرين اللي بعده. 9 س في 5 س سهلة خالص يا مستر. هنضرب العددين في بعض، هنا موجب في موجب، يبقى الناتج موجب التسعة في الخمسة ب 45. وهنا س أس 1 وال س أس 1 نجمعهم على بعض يبقى س أس 2. اه حلوة المسألة دي. عندي هنا سالب وعندي هنا موجب، وعندي هنا س وصاد وهنا س وصاد. اه حلوة المسألة دي. طيب انتبهوا بقى، هنا أنا عندي ثلاث أفكار محتاجة أتعامل معاهم بالراحة كده. الثلاث أفكار عندي، في عندك سالب 3 وموجب 5، دول مختلفين في الإشارة يا مستر، يبقى الناتج طالما إن مختلفين يبقى سالب. برافو عليك، حلو. سالب 3 في موجب 5 يبقى الناتج سالب 15، كويس. وهنا السين أس 2 تنضرب في السين، نجمع الأسس للسين بس، الأس 2 مع الأس 1 يبقى سين أس 3 أهي، حلوة خالص. والصاد هنا مع الصاد دي، الصاد دي أس 1 والصاد دي أس 3، نجمع الأسس 1 زائد 3 يبقى 4، يبقى صاد أس 4. يبقى بتاخد الأرقام تضربها في بعض مع مراعاة الإشارات، والرموز بتاخدها مع بعضها وتجمع أسس الرموز المتشابه فقط. أنا جمعت أسس السين 2 1 3، أوعى تجمعهم كلهم على بعض وتبقى كده الدنيا متلخبطة معاك. جمعت أسس السين مع السين 2 1 3 هي سين أس 3، جمعت الصاد مع الصاد الواحد مع التلاتة 4. أخد كمان تمرين. اتناشر سين أس 4 أس 3 نقسمها على 3 سين تربيع صاد. هنا المسألة اسم. طيب هنعمل إيه يا مستر؟
اللي انت بتعمله في الجمع الضرب آسف بتعمله في القسمة، اللي هي ايه؟ بتقسم العوامل العددية، لكن خلي بالك في الضرب كنت بجمع الأسس، في القسمة بنطرح الأسس زيها زي القوانين بتاعة الضرب المتكرر اللي انا رجعتها معاك في بداية الحصة. طيب تعالى نقسم، هنا 12 مع الثلاثة دول حدين يا مستر موجبين، كويس، يبقى نقسمهم عادي خالص، 12 على الثلاثة يدي لك 4، جميل. طب والسين أس 4 على السين أس 2 يا مستر، دي قسمة، وفي حالة القسمة نطرح الأسس، يبقى سين أس 2، 4 ناقص 2 يبقى 2، تمام يا ولاد. سين أس 3 على سين 3 ناقص 1 يبقى معايا سين أس 2، هنا المفروض يبقى فيه رقم 2، المفروض هنا تبقى معايا إيه؟ سين أس ال 2. آخد كمان تمرين، 8 سين أس 3 مقسومة على سالب 2 صاد أس 3، سالب على السالب يدينا الموجب، 8 على ال 2 يدينا 4. وهنا صاد أس 3 تتقسم على صاد أس 3 تدي لك صاد أس 0، وصاد أس 0 بواحد، واحد في الأربعة بأربعة، يبقى الناتج عندي 4. يبقى الناتج 4 فقط لا غير. آخد كمان تمرين، سالب 18 صاد أس 3 على 2 صاد، هنا مختلفين يا مستر، سالب 18 على موجب 2، أيوه برافو، أنت واخد بالك معايا ومنتبه. في حالة قسمة الحدود المختلفة أو الإشارات المختلفة يعني، يبقى الناتج عندك سالب، جميل. سالب 18 على موجب 2 يبقى سالب 9، وصاد أس 3 على الصاد بس يبقى في حالة القسمة 3 ناقص 1 يبقى 2، يبقى معاك صاد أس 2. تعالوا ناخد حاجة كمان، هناخد ضرب حد جبري في مقدار جبري، الجزء ده جزء مهم جدا. هبدأ أضرب الخمسة س تربيع في المقدار الجبري 3 س زائد الاتنين. هنا هنعمل إيه يا مستر؟ هنا هعمل خاصية التوزيع يا مستر، هنوزع الخمسة س تربيع تمام في المقدار الجبري ده كله. فخمسة س تربيع لما تنضرب في 3 س هيبقى الناتج معايا 15 س أس 3، لأن الخمسة في التلاتة ب15، والسين أس 2 لما تتضرب في السين نجمع الأسس 2 و1 3، أدي سين أس 3. لكن الخمسة س تربيع لما تنضرب في 2 هنضرب ال 2 في الخمسة ب10، والسين تربيع مفيش رمز هنا س، فهتنزل زي ما هي. مسألة 9 س في المقدار الجبري 5 س ناقص الواحد، هنبدأ نوزع برضو يا مستر، هتنضرب ال 9 س في ال 5 س، والتسعة س هتنضرب في السالب واحد. يلا بينا، تسعة س في خمسة س ب45، وهنا س أس واحد وس أس واحد يبقى س أس اتنين، نجمع الأس. موجب في سالب مختلفين يا مستر، يبقى سالب، أدي السالب أهي، تسعة في واحد بتسعة، وس كأن هنا مفيش أو في واحد، تسعة في واحد وس في واحد بس، يبقى الناتج عندي 9 س. اللي بعدها سالب 3 س تربيع ص مضروبه في المقدار الجبري 5 س ص اس 3 ناقص 7. حلو خالص المساله دي، خلي بالك من الاشارات، هنا سالب في موجب يبقى سالب يا مستر، وس اس 2 في الس يبقى س اس 3، وص اس 1 في ص اس 3 في ص اس 4، كويس. يبقى تاني سالب 3 في موجب 5 بسالب 15، دول مختلفين، س أس 2 في س أس 1 بس أس 3، ص أس 1 ص أس 3 يبقى ص أس 4، كويس يا مستر. طيب هبدأ أضرب السالب 3 س تربيع ص في السالب 7، سالب في سالب يدينا إيه يا مستر؟ دول متشابهين يا مستر، سالب في سالب يدي موجب، كويس، وال3 في 7 ب21، ومفيش رموز هنا، يبقى ينزل الس تربيع ص زي ما هي، أهي الس تربيع ص زي ما هي. احنا كده راجعنا مع بعض النهارده الضرب المتكرر، وعرفنا في حاله الضرب بنجمع الاسس، وفي حاله القسم الاساسات المتشابهه بنطرح الاسس، وعرفنا ان اي حاجه اس صفر بتبقى بواحد، وراجعنا مع بعض الحدود الجبريه، وعرفنا الحدود الجبريه المتشابهه بمعنى وطرحنا الحدود المتشابهه، وعرفنا المقدار الجبري، وشفنا الفرق ما بين المقدار الجبري والحد الجبري، وكمان جمعنا المقادير الجبرية وطرحناها، وعرفنا إن إزاي نمشي الخطوات، وخدنا ضرب حد جبري في مقدار جبري، وخدنا ضرب
حدين جبرين. بكده نكون وصلنا لنهاية الحصة النهاردة. قدامكم الروابط بتاعة قناة اليوتيوب اللي بتبقى نازلة عليها الحصص، وده جدول البث المباشر اللي يقدر يتابع معانا مباشر. وهنا في حالة لو في عندكم أي استفسارات، كان معاكم أمير جرجس مع تحيات الإدارة العامة للمحتوى التعليمي، ودمتم في رعاية الله.